وثائق البنتاغون المسربة كشفت معلومات مرتبطة بعدد من حلفاء الولايات المتحدة، ويخشى المسؤولون الأمريكيون من أن يؤدي الأمر إلى تعريض المصادر الحساسة للمعلومات الاستخباراتية للخطر، فضلاً عن إلحاق الضرر بعلاقات واشنطن مع حلفائها، خاصة وأن الوثائق المسربة كشفت تفاصيل تجسس الاستخبارات الأمريكية على مسؤولين وأجهزة استخبارات عدد من حلفائها. فإحدى الوثائق مثلاً أظهرت أن الولايات المتحدة تجسست على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وقال مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني إن المسؤولين في كييف يشعرون بخيبة أمل شديدة حول التسريبات، بينما زعمت بعض الوثائق أن جنوداً من حلف الناتو وأغلبهم من فرنسا يشاركون في المعارك إلى جانب القوات الأوكرانية، وهو أمر نفته باريس وآثار استياء المسؤولين الفرنسيين. كما كشفت تلك الوثائق أيضاً أن الاستخبارات الأمريكية أعدت تقريراً عن نظيرتها الإسرائيلية، ومصدر التقرير هو اعتراض أنظمة الاتصالات. وحسب التقرير فإن قيادات في جهاز الموساد في إسرائيل شجعت الاحتجاجات ضد الحكومة. ومن بين الوثائق وثيقة تتضمن تفاصيل مناقشات داخلية بين مسؤولين كوريين جنوبيين بشأن الضغط الأمريكي على سول للمساعدة في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وهو ما يشير إلى أن الولايات المتحدة ربما كانت تتجسس عن طريق اعتراض الاتصالات على كوريا الجنوبية، أحد أهم حلفائها. لكن كوريا الجنوبية قالت إن المعلومات التي تضمنتها الوثائق السرية الأمريكية غير حقيقية ومحرفة، ويتخوف مسؤولون أمريكيون من أن تؤدي قضية الوثائق المسربة إلى تقويض ثقة حلفائها. تجسس الولايات المتحدة على حلفائها أو حتى أعدائها إن صح حسب الوثائق المسربة ستكون له حسب البعض تداعيات كثيرة، من أبرزها هو إجراءات من تلك الأطراف لقطع الطريق أمام الاستخبارات الأمريكية للوصول إلى المعلومات الحساسة.